الهاشتاج الأكثر تداولاً في العراق هو هاشتاج تشرين. ارتفع هذا الهاشتاج بالتزامن مع اقتراب الذكرى الثالثة لتظاهرات تشرين. ورواد مواقع التواصل الاجتماعي انقسموا قسمين حول التظاهرات، قسم يؤيد للخروج بالتظاهرات والقسم الآخر يحذر من الخروج بهذه التظاهرات لأنهم يعتبرونها أنها محسومة النتائج لصالح جهات معينة ولن تحقق أي إصلاح منشود، فقط تخدم مصالح أشخاص محددين. وأيضا اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات بصدد التعامل مع هذه التظاهرات ونقلت عدد كبير من الحواجز الكونكريتية داخل المنطقة الخضراء مع غلق أيضا الطرق والجسور مما تسبب في زخم مروري في جانبي الكرخ والرصافة في بغداد، وأيضا غلق بوابة المنطقة الخضراء وسط بغداد من جهة الحارثية أيضا بالصبات الكونكريتية. هنالك فيديو لنقل الحواجز الكونكريتية، خلونا نشوف هذا الفيديو. وأيضا مشاهد من غلق جسر الأحرار ومنع دخول أي مركبة، وهذا الشيء دفع المواطنين على السير على الأقدام للوصول إلى أعمالهم. طبعا هنالك أيضا فيديوهات متداولة، ولكن بداية هذه الازدحامات الخانقة في بغداد تتسبب أيضا بتأخير الطلبة عن الامتحانات مما اضطر الطلبة أيضا للسير مشيا على الأقدام في سبيل الوصول إلى قاعات الامتحانات بأسرع وقت ممكن. خلونا نشوف الفيديو المتداول. هاي الطلاب لحد الان ما واصلين، ساعة 7:15، هذا جسر الجادرية واقف خلاص. هاي الطلبة اللي سوى الخطوعات ما فكر بيهم، هذا مستقبلهم راح كليته. هاي الطلاب لحد الان ما واصلين. نعم مشاهدينا، أكيد لازم نشوف أراء الناس من خلال أخذ بعض تعليقاتهم من السوشيال ميديا على ما يحدث في الشارع العراقي. أولى هذه التعليقات من الانستغرام، يقول يعني اليوم شفت الويل، يلا وصلت للمكان اللي أحتاج أوصل إليه، شفت الموت، يلا حتى في سبيل أوصل المكان أنطي جرعة كيمياوي البنتي، حسبي الله ونعم الوكيل ألف مرة على هاي العيشة والحياة المرة اللي قاعد نعيشها. مستمرين بأخذ التعليقات مشاهدينا، وتعليق آخر أيضا من الانستغرام يقول وهاي المظاهرات يومية على شنو؟ بالله أشو ما يتغير شيء بالعراق بس قتل ومصابين. وتعليق آخر أكيد مشاهدينا، التعليق يقول لعد ليش ما أنطوا عطلة، لو يحبوني بهذلون العالم.